مرحبا أصدقائي، كيفكم؟ معكم نعيم من قناة نيمو. الفيديو تبعنا اليوم بيحكي كيف تفتح الستايلين الخاصين بسكن بروتوس وشلون تحصلهم وشلون تروح تجيب الرسالة وتوجدي الرسالة. إذا أنت أول مرة عندك تشاهد الفيديو على القناة، ريت تشترك وتفعل زر الجرس وحط لايك وحط كومنت حلو للفيديو ليوصل لأكبر عدد من الناس، بتكون هيك دعمتني كثير. الله يسعدكم كلياتكم على الدعم، وما ننسى الفيديو القادم إن شاء الله اللي جاي الساعة 12 الظهر يوم السبت عن السحب عن سكين إيريس أو الحزمة إيريس اللي نازلة بالأيتم شوب لشخصين. فيلا مشاهدة ممتعة ومع بعض. مثل ما بنعرف سكن بروتوس نزل له تحديات اسبوع اول واسبوع تاني. الاسبوع الاول انا عندي شرحه بالقناة والاسبوع التاني انا شرحه بالقناة، بس بدي ملاحظة صغيرة منكم انه انتو عجبتكم التسريبات، انا عم سرب التحديات قبل بيوم او يومين، بدي رأيكم بالتعليقات شو رأيكم بالتسريبات. طلع في تحدي واحد عندي غلط صححته بالتعليقات تحت. انت كل فيديو عندي بتشوف تسريبات فيديوهات تحديات، يعني بتشوف تسريبات تحديات، كل اللي عليك انك انت بس نزل على اول كومنت بتلاقي تحت كومنت مثبت اذا في شيء اي غلط او في شيء اي شيء معدل بالتحديات. موضوعنا بيحكي عن سكن بروتوس. سكن بروتوس هاد له تحديات خاصة بالاسبوع الاول الاسبوع الثاني مشان تفتح الستايلات. بنفوت على هاي القرنة هون على هذا المكتب تبع بروتوس وبتكبس على الشخصية تبع بروتوس، تكبس عليها بتلاقيهم لسه مقفولين اذا انت ما خلصت التحديات. من شروط انه يفتح انك انت تختار شادو وتختار جوست، تكبس على هاي بتعرف هون. اول شي لازم انت تكون شاري الباتل باس، بعدين لازم تكون وصلان ليفل 20 لحتى تكون محصل السكن عندك باللوكر وبتقدر تلعب فيه، يعني موجود عندك باللوكر. والشرط الثالث اللي هو لازم انت تكون مخلص 18 تحدي من اصل 20 من الاسبوع الاول والاسبوع الثاني، اللي انا راح حاطط لكم تحت بالوصف روابط الفيديوهات تبع شرح التحدي الاسبوع الاول والاسبوع الثاني. لحنا خلصنا كل شيء تحديات الاسبوع الاول والاسبوع الثاني وخلصنا وعملنا كل الشروط هاي وعليها صح. بعد ما تعمل كل شيء هدول صح بيكتبوا لك انه هون افيلبل ناو وهون افيلبل ناو، يعني متاح الان ومتاح الان على الجوست وعلى الشادو، بس انت ما بتقدر تختار من هون الجوست او الشادو. شو بتعمل مشان تقدر تختار بين الجوست وبين الشادو؟ اول شيء رح اشرح لكم اياها بالصور مشان نركب معكم الموضوع، بعدين بورجيكم فيديو بنهايه الفيديو بتشوفوا شلون مساويته انا وشلون مساويه. مثل ما شايفين اول صورة الماب، بدك تنزل بهذا المكان اللي هو القارب اللي بيكون البوس تبعه المياو. بتروح بعدين على هذا الكمبيوتر العملاق اللي ظاهر امامكم بالصورة، بتدوس عليه كأنك انت عم تفتح شيست. بعد ما يعبي العداد تبعه بتاخد الرسالة انت من هذا الكمبيوتر. بعد ما تاخد الرسالة من هذا الكمبيوتر الموجود بالقارب بتروح على منطقة المصانع اللي ظاهر امامكم بالماب، محدد عليها انا بدورة برتقالي. بتروح على هذا المكان تختار البريد، يا اما جوست يا اما بريد شادو. هذا بريد جوست او بريد شادو موضح امامكم بالصورة، بتلاقوها علبة بريد صغيرة موجودة هون وهون بوش بعض قريبين على بعض تقريبا. انت لو عايز تختار شادو بتروح على البريد اللي عليه اللوجو تبع الشادو اللي ظاهر امامكم على الشمال، واذا انت حابب تنقي السكين تبع الجوست بتختار البريد اللي مرسوم عليه علامة الجوست او لوجو الجوست. انا عن ناحيتي رح اختار الجوست لانه سكن الابيض حلو، انا من حبيت كل شيء شادو، انا من جماعة الشادو كلياتهم السكنات ما عدا هذا الابيض تبعه حلو كتير كأنه بيشبه سكن تبع ستار وورز تقريبا. فالمهم بعد ما تروح انت ترسل رسالة ببريد الشادو او بريد الجوست، مبروك عليك، هيك انت بتكون فتحت السكن. معلومة بس بسيطة، ما بتقدر تتراجع عن هذا القرار، مجرد ما انك انت تروح على هذا البريد وتفتح تاخذ الرسالة من الكمبيوتر العملاق هذا وتروح وتوديها على البريد على جوست او شادو، ما بتقدر تتراجع عن هذا القرار. بدك تختار منيح وبدك تختار التأني شو بدك، الشادو ولا الجوست. انا رح اختار الجوست عن حالي، فاكتبوا لي تحت بالتعليقات شو انتو رح تختاروا، ورح اترككم اخر شيء مع الفيديو، كملوا للاخر مشان تعرفوا تشوفوا الفيديو شلون بتصير الموضوع. انا ركبت لكم الموضوع بالحكي، بس هلا انتم شوفوا شلون بصير بالفيديو مشان كمان تكون عندكم صوره اكبر، وانا هيك بكون شارح لكم التحدي كامل، مو مقص عليكم ولا اي شيء. فاذا انت اول مره عندك تشاهد الفيديو على القناه، يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس وحط لايك وحط كومنت حلو، بتكون هيك دعمتني كثير. وشكرا لك على المشاهده وبرعايه الله. Say it like that. If I hate you, then find someone new. Maybe, but you know.
sleep, never say you're sorry. Oh, maybe I'll leave. Maybe, but you know I never.